أنا ما بقدر أشتغل، عندي مشاكل بعيوني، يعني ما بقدر أطلع بدون مساعد. كنت قبل لما كانوا يعني شوي عيوني يساعدوني، يعني أنظف مصارين، أعمل كباب، ألف ورق عريش، يعني بده هيك شغلات إني هاي اللي بقدر عليها. شغلات برا أنا ما بقدر، كمان عندي مشاكل إيدي والإجري، إني أوجاع يعني مزمنة كمان ما بقدر. علاج عند منير قصير، أنا عند دكتور منير قصير. حاولت أروح على الأونروا، الأونروا بس يعني مثلا بيعمل لي فحص وبروح بصير يقول لي روح اعمل الصور، كل صورة بتكلفني 120 دولار. فبعدين حدا قال لي إنه شوفي الدكتور منير قصير، رحت وصار علاجي عنده، صار يعرف لمشكلتي، مشكلة عيوني دكتور منير قصير. طلع عندي أنا بالشبكية البيجمندوزا، التهاب الشبك الصباغي عندي، وإسا المي، إسا نازلة مي بعيوني، فكتير يعني تعباني. إسا لو لبنتي جابتني ما بقدر أعيش. كمان نفس الشي بيعانوا من عيونهم اللي متجوزة، والصبي والبنت كمان هاي العزبية، كمان علاج المكلف. يعني بصراحة أنا إنه بقول بديش أكل ولا أشرب، يعني لو بدي أشحدهم بدي أعالج أولادي، بس يضلهم شايفين قدامهم عايشة. أنا قاعدة فوق بيت عمي، قولي هلأ اتوفوا، كيف هني بطبخوا مثلا؟ إنه باكل يعني بالنسبة للأكل إنه من مشيها بأي شيء، بس أنا بهمني العلاج بصراحة من إيدي للعالم. ما عندي مثلا لا ترك لي، يعني كان عامل بلاط يشتغل، ما في يعني ما كان ملاقي له تعويض قبل، مثلا واحد يقول ما كان منظم فتح، ما عنده أي مدخول.